اهلا بكم مشاهدينا، مساء الخير، يوم جديد وحلقه جديده وبرنامجكم مع شيرين. مشاهدينا النهارده الثلاث 28 من يوليو 2020 و7 من ذو الحجه 1441. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير ان شاء الله. وقفه عرفات يوم الخميس، والعيد ان شاء الله اول يوم هيكون يوم الجمعه. طبعا كلنا صحينا النهارده على خبر صراحه كلنا زعلنا جدا، لان في شخصيات في الحياه ما بتتكررش تاني خالص. صحينا على خبر وفاه الدكتور محمد عبد الغفار مشالي، وهو دكتور لقب بطبيب الغلابه، يعني قضى عمره كله في ان هو يقدر يساعد ازاي الغلابه. طبعا شخصيه مش موجوده في الحياه، قعد 50 سنه يعالج الفقراء والمقهورين واللي مش قادرين ان هم يدفعوا تكت الدكاتره الكبار اللي بيستغلوا المهنه وبيستغلوا الطريقه يعني الفظيعه اللي احنا بقينا نسمعها ونشوفها في الايام الاخيره. مش بس مصر، ده العالم العربي كله الصراحه تاثر وزعل جدا. واسره مع شيرين، برنامج مع شيرين، بنقدم خالص التعازي لاسره الدكتور مشالي طبعا، وهو في اعلى درجات الجنه، وكمان في ايام مفترجه وجميله زي دي، لان هو شخصيه محترمه واهتم برساله الطب اكتر من جمع الاموال. في شخصيات كتيره جدا بتلاقيها في الحياه فعلا ما بتتكررش تاني، والله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، لأنه هو فعلا شخصية كل العالم، فعلا العالم العربي تأثر بيه جدا وزعل جدا على شخصية جميلة زي دي ومحترمة، وأنه هو قد إيه بيهتم بالرسالة الطبية، وكمان عنده شرف المهنة. أهم حاجة شرف المهنة، أن هو إزاي يراعي الفقراء والمساكين. وكمان ناس كتيرة جدا بتقول أن التذكرة بتاعته ب10 جنيه، ولكن هو قبل ما يكون التذكرة بتاعته ب10 جنيه كانت ب10 قروش. هو كان ما بيهتمش بالتذكرة أو بيهتمش بالتليفونات ولا الموبايلات ولا العربيات ولا القصور ولا أي شيء. طبعا ده شخصية جميلة جدا، الله يرحمه ويرحمنا جميعا. مشاهدينا النهاردة هيكون معنا فقرتين، وأول فقرة هيكون معنا الدكتور محمد عبد الغني من علماء وزارة الأوقاف. الشيخ عبد الغني هيعرفنا النهاردة على ما هو فضل يوم عرفة. طبعا يوم عرفة هيجي يوم الخميس، وهو يوم جميل جدا جدا، وعايزين نعرف كمان شروط وأحكام الأضحية. معنا الشيخ عبد الغني سليم، اهلا بحضرتك على الهاتف. اهلا استاذة شيرين، كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك بخير الشيخ عبد الغني، عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ. كان نفسنا تكون معانا والله في الاستوديو، لان حضرتك قيمة كبيرة وبنحب دايما معلوماتك القيمة والجميلة. الله يخليكي. هو طبعا بس الجماعة الاعداد كلموني متأخر شوية وانا في الشرقية، فطبعا ان شاء الله تتعوض ان شاء الله. واتشرف بيك يا استاذة شيرين. سلم لنا على سلم لنا على اهل الشرقيه كلهم، انا واحده منهم طبعا، وكل سنه وحضراتهم. انت نورت الشرقيه طبعا يا استاذ، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير، وحضرتك بخير. طبعا احنا في ايام جميله جدا، ويعني الانسان بيستناها، كلنا الامه الاسلاميه بنستناها من السنه للسنه. ودلوقتي عايزين نتكلم مع حضرتك يا شيخ عبد الغني، ما هو فضل يوم عرفه؟ بداية طبعا احنا نقول كل سنة وحضراتكم طيبين، وجميع الإخوة المشاهدين والمستمعين بخير، ونسأل الله رب العالمين بخير أن يتقبل من الجميع أعمالهم، وأن يرفع البلاء والكرب عن المسلمين في كل مكان، وأن يكتب لنا جميعا الوقوف بعرفات في العام القادم إن شاء الله رب العالمين. يوم عرفة طبعا هي أيام، الأيام كلها أيام مفترجة، لكن هذا اليوم له خاصية خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضله، والعلماء تحدثوا والمفسرون تحدثوا عن فضل يوم عرفة، فله مزايا كبيرة جدا جدا جدا، منها أنه أحد الأيام اللي في الأشهر الحرم التي تكلم الله عز وجل عن فضله، قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وطبعا هذا اليوم من هذه الايام المفترجه التي هو يعني في شهر ذي الحجه. كذلك هو احد ايام المعلومات، كما قال الله عز وجل: يذكر الله في ايام معلومات.
والله عز وجل أقسم بهذا اليوم وبتلك الأيام كما قال سبحانه: والفجر وليال عشر وما أقسم الله عز وجل بشيء إلا بفضله، فله فضل عظيم. كذلك هو أحد الأيام التي قال الله سبحانه وتعالى عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام، يعني ليس هناك أيام أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام التي هي الأيام العشر. وطبعا يوم عرفة هو اليوم التاسع. أيضا يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الملة، وأتم الله عز وجل النعمة، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم كان يوم عرفة. ولذلك سيدنا عمر رضوان الله عليه يأتي أحد اليهود ويقول: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأله عمر: أي آية؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيعني قال عمر: قد عرفنا متى نزلت وأين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فيوم عظيم وفضل عظيم، ونحن نتخذ يوم العرفة عيدا، ونتخذ أيضا يوم الجمعة عيدا عيد. كذلك فضل. أو كمان يوم عرفة جاي يوم الخميس، يعني يوم الخميس العام يعني الأجر مضاعف لمن تعود، لمن تعود أن يصوم الاثنين والخميس هنيئا له، يعني عنده عرض. أنا بصوم كل يوم اثنين وخميس، نسأل الله. يعني أنا مثلا لو أنا بصوم كل يوم اثنين وخميس، أنا عندي يوم عرفة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل صيام يوم عرفة، قال: أحتسب على الله، اسمعي يا أستاذ شيرين، أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. يعني صيام يوم بإذن الله سبحانه وتعالى يكفر الله عز وجل الذنوب سنتين. إنما جاء السنة دي مع يوم الخميس، فاللي بصوم اثنين وخميس هنيئا له، يعني أخذ أجر مضاعف وأخذ كمان صيام يوم عرفه. بالظبط زي ايه يا استاذ شيرين؟ واحد كان نوى ان يحج هذا العام، ولكن نظر لظروف الاوبئه منعه العذر من الحج، فله الاجر، له الاجر. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا: انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. يوم عرفه يا استاذه هو طبعا احد العيد ايضا، لانه يوم النحر كما قال صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة ويوم النحر اللي هي أيام منا كلها عيدنا أهل الإسلام. يعني طبعا يوم العيد ده اليوم اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات وقال، وضع الدستور الإلهي، أول دستور وضع على وجه الأرض: أيها الناس، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس اليوم الحرام؟ قالوا: بلى. أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن الله قد إن الله إيه؟ جعل عليكم أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا فيكم هذا. فيوم عظيم له أفضال كثيرة. يعني الوقت لو في وقت نتكلم عن طبعا طبعا واحنا بنستناه من السنة للسنة يا شيخ عبد الغني طبعا علشان نقدر ان احنا يعني ربنا يتقبل منا يا رب صيامنا ودعائنا كده في الايام الجميلة. واحلى حاجة كمان ان هو جاي يوم الخميس، والعيد الاضحى المبارك يوم الجمعة ان شاء الله. طيب هنا يا شيخ عبد الغني، يعني احنا دلوقتي ان شاء الله هنضحي، فايه شروط واحكام الاضحية الصحيحة؟ احنا قبل الاضحيه طبعا احنا عندنا يوم عرفه ده يا استاذه، لما في حاجه حلوه جدا 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 قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نتنقل للاضحيه. ان الله سبحانه وتعالى ينظر لاهل عرب اهل الموقف، ويباهي اهل السماء باهل الارض. الله على ذي النعمه، ربنا بيقول: شوفوا للملائكه: انظروا الى عبادي، اتوني من كل مكان. لان يوم عرفه يوم التوحيد، اجتمع المسلمين من كل بلاد الارض ومن كل لغات الارض والتهليل والتكبير ومن كل ألسنه الارض. والله عز وجل يباهي بهم الملائكه، فده نعمه ما يعني نسال الله رب العالمين ان يكتبها لنا جميعا رب. وان نكون معا جميعا ان شاء الله في العام القادم يا رب. بنستناه فعلا التهليل والتكبير، بيبقى يوم يعني جميل جدا، وربنا يتقبل مننا كلنا طبعا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. اما بالنسبه لشروط الاضحيه، شروط والاحكام الاضحيه، الأضحية طبعا العلماء وضعوا لها شروط، يعني جمعوها في ست شروط.
الشرط الاول طبعا ان تكون بهيمه الانعام. يعني ايه بهيمه الانعام؟ يعني ما ينفعش واحد يجيب فرختين كده ولا ديك كبير كده ولا ديك رومي ويقول انا بضحي بالديك الرومي ده، ما ينفعش مش كده؟ لان ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. بهيمه الانعام على العلماء عرفوها ان هي البقر او الابل الجمل يعني او الجاموسه او الخروف او المعزه، غير كده ما ينفعش. هي دي الاربع اشياء. الشرط الثاني لابد تكون بلغت السن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة لان والسلام. انا احد الاخوه سالني يعني منذ يومين تقريبا، بيقول عندنا عجل كبير كده وحلو بس لسه ما كملش سنه ونص، ينفع؟ طبعا ما ينفعش، طيب لان النبي هنقسم، صلى الله عليه وسلم هنقسم يا شيخ عبد الغني مثلا الإبل من سن قد إيه، والبقر من سن قد إيه، والغنم من سن قد إيه؟ هي البقر البقر الابل لازم تكون عدت 5 سنين. الابل تكون عدت 5 سنين، البقره تكون عدت سنتين، وبرضه الخروف اللي هي الغنم يعني الغنم. تكون برضه تكون عدت سنتين، والماعز يكون سنتين او سنه او سنه ونص يعني، بس اقل حاجه ما يقلش عن سنتين، ما يقلش عن سنتين اللي هو بالنسبه للجاموسه او البقره او حتى الخروفه، لكن الجمل ما يكونش اقل عن خمس خمس سنين. سنين الجدي ممكن يبقى 6 شهور وممكن يبقى سنه، يعني برضه اللي هو الجدي الصغير. بحضرتك فدي دي بالنسبه لان البعض يقول لك طب ما هي كبيره، يعني انا عندي عجله كبيره وما شاء الله لكن لسه ما بلغتش. يا اخي احنا نمتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. طالما طبعا تمتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تفعل ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا السن، والعلماء قالوا الثني، الثني يعني عندها يعني ايه؟ عندها سنتين، فما ينفعش ان احنا اللي هي من الابل 5 سنين ومن البقر سنتين، فلو ده شرط وشرط مهم جدا. الشرط الثاني تكون من مالي، ما ينفعش يا استاذه ان انا ادخل على ناس كده اخد خروفه كده واقول انا معلش انا رايح اضحي بها لله او اغتصبها او يكون عليها منازعه بيني وبين واحد واخدها كده بايه بالعافيه واضحي او اسرقها، ما ينفعش، لابد تكون من مالي، الا اذا كان المالك قال طيب يا شيخ عبد الغني احنا موكلينك ان انت تضحي بينا، يبقى ان تكون ان تكون من بهيمه الانعام، 2 ان تكون بلغت السن، 3 ان تكون من مال المضحي، 4 ان تكون من ايه؟ في الوقت المحدد. ان تكون الوقت في الوقت الايه؟ المحدد المحدد ذبحه اللي هو من بعد صلاه العيد العيد كما قال الله فصلي لربك وايه؟ وانحر. وانحر بعد صلاه العيد على طول نبدا بعد صلاه العيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما نبدا به يومنا هذا ان نصلي ثم ننحر، فما مظبوط. ينفعش ان انا قبل ما اطلع اصلي او قبل ما اصلي قبل الصلاه يعني ان انا اذبح، لان دي كانت هتكون صدقه مش هتكون طيب وشروطها ايه يا شيخ عبد الغني؟ وشروطها ايه يعني؟ لازم شروطها بقى تكون سليمه طبعا، سليمه طبعا وصحتها كويسه. طبعا اول حاجه تكون سليمه، يعني مش ايه؟ ما هياش عيانه. ما هياش عيانه. طب والعيال العلماء قالوا ان العوره اللي هي ما بتاكلش كتير، يعني العوره اي حاجه اي مرض يؤثر في اكل البهيمه بحيث ما تكونش كبيره ما تسحلش ما تتخنش ايه، فده لا يجوز الايه؟ الاضحيه بها. يعني زي العوراء اللي عينها باينه، يا اما عينها بزه كده وطالعه لبره، يا اما عينها بيضه بالشكر معروف ان هي عوره. او العرجه اللي هي ايه؟ طبعا رجلها مكسوره بتمشي ايه؟ على 3 رجلين. او المريضه اللي هزلانه عندها معروف ان دي عيانه ما بتاكلش، او اللي مش قادره تمشي عندها او هزيله او يعني دي اضحيه لازم تكون طبعا يعني كامله من كله وما فيهاش اي عيوب. طبعا لضيق الوقت بشكرك جدا يا شيخ عبد الغني سليم من علماء وزاره الاوقاف. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا ومع الدكتور محمد اكمل، وهنتكلم عن النصائح الغذائيه في عيد الاضحى المبارك. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم الفقرة الثانية، فقرة التغذية. طبعا كل سنة وحضرتكم طيبين، داخلين على العيد الأضحى المبارك، وهنقول بقى عيد اللحمة كمان يعني، فكلنا بقى بنفنن في طريقة الطهي ونفكر بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا هنفطر ايه الصبح، وطبعا الأمة الإسلامية كل دولة ليها عاداتها وتقاليدها. احنا طبعا الكوارع والفتة والممبار
والكبسة وحاجات كتيرة جدا بنحاول ان احنا نتبسط بيها في العيد، وبنعمل اكلات جميلة. ولكن على قد ما اللحمة مفيدة جدا لينا، لكن ليها اضرارها برضو، خصوصا كمان على اصحاب الامراض المزمنة. شيء مهم جدا ان احنا يكون عندنا وعي في البداية، ان احنا ازاي يكون عندنا تغذية سليمة في الفترة دي، ونطلع بأقل الخسائر خلال فترة العيد الأضحى المبارك، وبصحة جيدة وبسلامة عشان نتبسط في العيد. تعالوا نعرف أكتر وأكتر النهاردة مع الدكتور اللي مشرفنا، محمد أكمل، استشاري التغذية العلاجية. هنتكلم عن نصائح بقى مهمة جدا ومفيدة خلال فترة العيد الأضحى المبارك. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. أهلا بك سيرين، إزي حضرتك؟ كويس، حضرتك طيبة وحضرتك بخير، وكل سنة وحضرتك طيب. الله يخليكي. طبعا دكتور محمد، العيد الأضحى المبارك بنستناه من السنة للسنة بقى، بنقعد نفنن في طريقة الأكل والطهي كمان. فإحنا اتضح عندنا عادات خاطئة في التغذية السليمة كمان، يعني بعد ما بنطلع من العيد بنحس إن إحنا تعبانين مش قادرين، وخصوصا كمان كل ما مفيش اعتدال عندنا في الأكل، أو مفهوم، أو زي ما حضرتك تحت الهوا بتقول ثقافة التغذية، أو الشعب يكون عنده ثقافة التغذية ازاي؟ كل شعب ليه ثقافة التغذية تختلف. احنا الشعب يمكن الوحيد اللي ثقافة التغذية عنده مبنية على حاجات كلها للأسف مضرة. لو جينا مثلا نبص على عيد الأضحى، احنا عندنا ايه الحاجات الأساسية؟ الفتة، اللحمة، الكوارع، وآخر حاجة الرقاق. طيب دي العناصر الأساسية اللي احنا بنعيش عليها طول فترة العيد. الفكرة كلها احنا لو جينا نفكر مثلا في المفهوم، ان احنا لو قلنا مثلا ان البروتينات زي اللحوم، الجرام الواحد فيها بيساوي 4 سعرات حرارية. لو جينا نتكلم مثلا في جرام النشويات بيساوي 4 سعرات حرارية. لو جينا نتكلم في جرام الدهون يساوي 9 سعرات حرارية. فلو احنا حطينا كده فكرة الفتة، ان انا حاطط رز مع عيش وفي يوم اللحمة الضاني، هاكلها مش مرة في اليوم، مرة واثنين فطار غدا عشاء. احنا عندنا ثقافة ان لازم نفطر بالفتة في العيد. ولو ما فطرناش بالفته وحبينا نخفف شويه، فيبقى ايه؟ العشاء. لا مش العشاء، احنا بنتكلم يعني في الفطار. لو ما كانش فته هيبقى الكبده والذي منه معموله بدهون وبعيش. فاطلع في اخر شغلي كله في العيد 4-5 كيلو زياده، انتفاخات، مريض الكوليسترول كوليسترول عالي، مريض السكر السكر بتاعه عالي وبيدور على الدكتور. فاحنا كل سنه للاسف بنتكلم في نفس النقطه، يا جماعه احنا لازم نغير من الطريقه. تغيير الطريقة مش صعب، بس للأسف مفهومنا عنه غلط، عاداتنا خاطئة في التغذية. انت لو قلت لحد مثلا ان انت مثلا في عيد الأضحى هتفطر فول وجبنة وبيض، هيعمل فيك ايه؟ هي نفس الفكرة. انا ممكن اكل الفتة لو انا حد ما عنديش اي امراض، انا تمام ما فيش اي حاجة، بس مرة واحدة مش 3-4 مرات. افطر فطار طبيعي، اتغدى الفتة، اتعشى عشاء طبيعي، ده اول يوم. تاني يوم افطر فطار طبيعي. يعني ايه قصدي بالفطار الطبيعي؟ ممكن جبن، ممكن فول، ممكن بيض، انوع عادي خالص، ممكن فاكهه، ممكن زبادي، شوفان، كورن فليكس، اي حاجه، وابدا ان انا اتغدى بعد كده مثلا الرقاق تاني يوم، الكوارع تالت يوم. اهو دكتور محمد برضو احنا لسه دابحين بقى، يعني فقلنا ناخد الكبده نشوحها الصبح كده وناكلها، نقعد نشوف ايه النظام. يعني خلينا نشوف احنا كده، احنا كده باللي حضرتك بتقوليه ده، هاجي اخر اليوم مدخل لجسمي اكتر من 3500 ل 4000 سعر حراري في اليوم، مطلوب مني ان انا احرقهم بقى. طب انا احرقهم فين؟ لا ما بينفعش، بنريح بعد كده. بنريح بالظبط. و90% يقول لك اصل انا مش عارف، عندي اتفاخات وبطني وجعاني ومش عارف ايه السبب، او بيبقى مستغرب جدا هو ليه حصل فيه كده. طب ما انت بص، انت عملت ايه على مدار اليوم كله؟ احنا دايما بنقول، مش هقول لك كل وما تاكلش، انا بقول ناكل بس بسياسه الاستخدام العادل. بمعنى ان انا لو رتبت، يعني مثلا لو انا مثلا مريض سكر وداخل مثلا بكره، خلاص احنا بنتكلم ان العيد قرب. ما هو مشكله برضو يا دكتور محمد، مريض السكر بيتبع اساسا نظام غذائي طول عمره. أكيد. طول عمره واكيد من نفسه نفسه ياكل برضو، فهيجي في العيد الاضحى بقى طبعا نفسه ياكل كبده، لحمه، رقاق طبعا برضو. حطي كل دول في وجبه واحده، تمام؟ فالنظام ايه هيعمل؟ وقولي لي البنكرياس والانسولين هيبقى الشغل عليهم عامل ازاي لحد اصلا مريض سكر. الفكره كلها ان انا ممكن ادخل ده بس بكميات قليله. بمعنى اصح،
احنا في الطبيعي لما بنيجي نحسب لاي حد اقل، لو انا اتكلم مثلا في الفته اقل من 100 كيلو بنتكلم في 4 معالق، من 2 ل 4 معالق. لو هو اعلى من 100 كيلو بتكلم من 4 ل 6 معالق. طبعا ال 6 معالق دول احنا بنعمل بيهم ايه؟ بندوق. الاربع معالق ده بندوق، فطبيعي جدا هنعدي السته والسبعه والعشره وال 12. واللمه طبعا بتاكل كمان يعني. والمشكله مش ان انا هاكل الفته في الطبق لوحدها بس، انا الفته ده عنصر من العناصر اللي موجوده على الترابيزه. اللحمه الضاني هتتحط فوق الفته، جنبها الرقاق وجنبها المستلزمات. في مثلا حاجه مثلا بنسال عليها دايما، دي مش موجوده خالص في العيد، فين السلطه؟ السلطه دي مختفيه في العيد، وكان السلطه عملت جريمه فخبيناها. الفكره كلها ان احنا بنقول لو انا طبقي قدامي وانا في اول يوم العيد وبتغدى، انا هقول الترتيب اللي المفروض كلنا نمشي عليه. انا هحط سلطه لو موجوده طبعا، ويحبس طبعا الزبادي او مش السلطه الخضراء، سلطه الزبادي مهمه جدا. وبعد كده هاخد من 3 ل 4 معالق فته، حته صغيره رقاق، حته لحم، واكل واظبط على كده. انا بتكلم على دلوقتي مريض السكر، ممكن كمان ساعتين ثلاثه اعيد تاني بكميات قليله، لكن ان انا ادخل كل ده بكميه كبيره مره واحده لمريض السكر ده ممنوع. طب انا ما عنديش سكر وعادي جدا ممكن اكل كل، بس تبقى وجبه واحده ما اكررهاش كتير، واحاول ان انا اعوضها بان انا ابقى في حركه عندي. لازم كلنا اول وتاني وتالت ورابع يوم لو انا هاكل الاكل اللي هو مليء بالدهون، ان اتمشى من 25 دقيقه ل 45 دقيقه يوميا. المشي مش معناه ان انا امشي مثلا اتفرج على سوق ولا حاجه، لا، من نقطه الف لنقطه ب. مظبوط. مد يعني مش جري. يعني انا برضو يا دكتور محمد بحب ارسم مثلث اول ما يعني ايه عشان اعرف انا رايحه فين وجايه منين، احب ارتب حتى التغذيه السليمه. يعني اول حاجه لازم طاقه، وبعد كده بروتين، بعد كده حاجه بتقوي جهاز المناعه زي السلطه ما حضرتك قلت بالظبط. فان انا ارتب المثلث ده متساوي الاضلاع، وبالتالي بقى بعد كده الاقي جسمي فعلا دخل له كل النظام الغذائي اللي محتاجه. الترتيب في التغذيه شيء مهم جدا، لكن احنا للاسف ممكن ناكل كل الوجبه دي كلها ومتحمر وكل حاجه، وبعدين اروح اكل سويتس بقى حلويات، دي تبقى كارثه تانيه. لا دي حيوان، دي كارثه اخرى. فهي مفيش حضرتك اللي اتكلمتي عليه كان الهرم الغذائي. الهرم حاجه الغذائي احنا كمان دلوقتي بسطناها على الناس اكتر، عشان قلنا ان الهرم الغذائي يمكن فيه صعوبه، اللي هو حاجه اسمها ماي بليت. الماي بليت طبقي. بنقسمه ازاي؟ التقسيمه اللي انا قلت عليها من شويه دي هي التقسيمه الصحيحه جدا. حضرتك محتاجه نشويات، حضرتك محتاجه بروتين، حضرتك محتاجه دهون. الدهون عنصر اساسي، ويمكن دايما بنقولها. مثلا حد يجي يقول لي والله انا بقالي سنه بعمل دايت بس ما بدخلش اي نسبه دهون خالص، دي مشكلة، ولا نشويات خالص، دي كارثه بكل المشاكل. اساله سؤال واحد، اخبار شعر لو هي مثلا سيده، اخبار شعر حضرتك ايه؟ تقول لي بيقع. طيب اخبار جلد حضرتك ايه؟ متاثر. حضرتك عندك فيتامينات ما بتشتغلش غير في وجود الدهون، بمعنى اصح زي فيتامين الف، فيتامين كاف، فيتامين د، فيتامين ه. الفيتامينات دي لو مش موجوده معاك في الدهون، وطبعا الدهون دي دكتور التغذيه بيحدد النسبه اللي هو بيحطها في النظام الغذائي لمده محدده، نوصل باحسن نتيجه، وانا طبعا نتجنب حاجات كتير جدا. لازم ادخل كل العناصر، بس عيد تاني كلمه سياسه الاستخدام العادل. مريض الكبد او مريض الكلى، زمان كان في كلمه شائعه، لا انت مريض كبد ما تاكلش اي نوع من انواع اللحوم خالص. دي طبعا ده كلام طبعا دلوقتي العلماء كلهم اختلفوا طبعا عليه طبعا، ودلوقتي احنا بندخل نسب قليله. يعني اما بندخل 50 جرام بروتين اللي هو البروتينات يوميا، او 100 جرام يوم او يوم لا. بنعمل كده، فاحنا لازم جسمنا محتاج كميه بروتين لازم ندخلها حتى للمرضى دي. نيجي نتكلم بقى ان حد الدنيا عنده متظبطه وتحاليله متظبطه، بس هو عنده مشكله مثلا، خلل مثلا في وظائف الكبد او الكلى. حضرتك مطلوب منك ان انت تبقى فاهم ان انت وضعك مختلف، وما ينفعش ان انا احط نفسي في ريسك ان انا لا قدر الله مع اكل حلو وفي لمه حلوه زي ما حضرتك قلتي، ان بعد كده تبقى نهايتها مش ظريفه. الفكره كلها ان انا لو التزمت بالكميه اللي زي ما قلت عليها، من 50 يوميا او 100 يوم او يوم لا، مع ان انا لو انا اقدر ان انا اتحرك او امشي الكلام ده هيبقى وجبه واحده بس الصبح وبالليل، باكل اكل الطبيعي بتاعي اللي الدكتور متفق عليا معايا متفقين مع بعضينا عليه يعني. واهم حاجه عندي شرب كميه ميه
عشان اقدر اعوض الدنيا. يعني يا دكتور هنا دايما برضو ننصح بشرب المية، لكن للأسف في الفترة دي في خلال الأيام العيد الأضحى المبارك بننسى المية خالص، طبيعي يعني بنبدلها بعصاير، بنبدلها بمياه غازية، مشروبات غازية، ودي كارثة حاجات تالتة. حاجات كتيرة جدا، فهي فعلا عادات خاطئة احنا بنتبعها على طول، والمشكلة كمان ان اولادنا بيقلدونا فيما بعد، فبالتالي احنا مش عارفين ازاي نمشي بنظام غذائي معين، وفي نفس الوقت ان احنا نستفيد كمان من البروتين ونستفيد من النظام الغذائي اللي احنا هنعمله لنفسنا طبعا في الفترة دي. فشرب المية مهم جدا، بس هل قبل بعد افضل اشرب مية بقى دي نقطة التوقيت؟ مهمة جدا وهشرح لحضرتك وهعمل لها لينك برضه في موضوع المياه الغازية. المية تشرب في أي وقت، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. في مقولة إن المية في نص الأكل بتطلع بطن، ده كلام مش صحيح وملوش دعوة بالعلم والمنطق خالص. الفكرة كلها إحنا بنشرب مية عشان لازم نشرب مية في مجال اليوم كله. خلينا نتكلم على إن إحنا برضه من العادات اللي هرجع لها تاني إن أنا أكلت وحاسس بتخمة، فكلنا بنتجه إن إحنا نهضم. خمول، يعني الواحد بعد الأكلة دي كلها طبيعي بيحس احنا في بخمول ما مصر بيقدرش بنهضم يتحرك. بايه؟ بالمياه الغازيه، وده برضو اكبر خطا بنقع فيه. طب انا اخد ايه بعد الاكله التقيله دي؟ شاي اخضر، نعناع، ينسون، ليمون، ليمون، ليمون حلو قرفه، قوي. الحاجات دي كلها بتشرب، دي بتسهل جدا عمليه الهضم وليها فوائد كتير جدا احسن 100,000 مره من المياه الغازيه. المياه الغازيه هتبدا تعمل لك مشاكل في الهضم، وهتبدا تعمل مشاكل في المعده وجدار المعده، وهتلاقي نفسك الموضوع هو بيزيد. اساسا خطر، اساسا ما بيفيدش الانسان بالظبط. في اي حاجه، بالعكس ده بيضرها ونقرس مرضى النقرس برضو من الناس اللي المفروض نتكلم عليهم. يعني بمعنى اصح، ايهما افضل، ان انا اكل لحمه ضاني ولا لحمه بتلو؟ اللحمه البتلو فيها كميه دهون اقل بكتير من اللحمه الضاني، لكن اللحمه البتلو ترفع اليوريك اسيد اعلى من اللحمه الضاني. فلذا مرضى النقرس دايما بنقول لهم ميلوا للحوم الفاتحه مش الغامقه. يعني ايه الحوم الفاتحه؟ بتكلم في فراخ، بتكلم في سمك. لحوم سمك، لكن ما ميلش اكتر للحوم الغامقه. ولو هميل مضطر في حاجه زي كده يبقى البتلو افضل. يبقى البتلو افضل. المعدل بقى يا دكتور محمد، احنا كلنا بقى يعني مثلا نفطر كبده، نتغدى لحمه مشويه، بالليل ناكل لحمه مسلوقه بشويه فته كده، وبننسى زي ما حضرتك قلت السلطه خالص، وبننسى الهرم الغذائي اللي احنا المفروض نكونه وننظمه. طيب المعدل هنا خليني ايه اسهلها بقى؟ اكتر. لو جينا نتكلم ان انت من 100 ل 200 جرام في اليوم لحمه، ممكن يكون منطقي. يعني قطعتين كده ولا لا، قطعه من 100 واحده؟ ل 200 جرام يعني ممكن يبقى اكتر من قطعتين. انا تمام. اقول قطعتين احلى احنا برضو. بنشوف ناس بالنص كيلو، والكيلو الله اكبر، قرآه والكيلو نص في اول يوم. طب التحميل اللي جاي على الجسم بكميه البروتينات الكتيره دي جدا هيبدا يبهدل الدنيا كلها. فعشان نحاول دايما المرضى برضو النقرس زي ما قلنا بنخاف عليهم جدا، السكر السكر، والكبد، الضغط، الملح. الضغط. يا جماعه مرضى الضغط والملح بلاش مع اللحوم دي كلها ندخل كميه مخللات كتير وكميه املاح كتير. حاول تقلل منها على قد ما تقدر. نحاول نشيل الدهنه، لو قدامي لحمه فيها دهنه طبيعي جدا اصلا ان اللحمه جواها فيها دهون، لكن الدهون اللي عينك شايفاها حاول تشيلها عشان طيب تقلل الايه، الحمل. معنى كده بقى طريقة الطهي دي نعملها ازاي مهمة بقى؟ جدا، دي اهم حاجة. وفي حاجتين كمان يا استاذ دكتور محمد، يعني مثلا الشوي افضل ولا السلق افضل؟ وهل في ناس كمان بتحب الشوي، يعني هل الشوي على الفحم ده كارثة مشكلة، ولا الشوي على الـ الالات اللي احنا بنعملها افضل طريقة عشان تطلعي باللحمة مستوية وخدتي كل العناصر الغذائية من غير اي اضرار، طاجن في الفرن. دي افضل طريقة، عشان الشوي بيبقى فيه تفاعل مع بعض مع الشوايه نفسها. طبعا كنا قلنا بالترتيب كده، الطاجن في الفرن، الشوايه، المسلوقه، واخر حاجه ونبتعد عنها هي المحمره. يعني اللي انا عايزه في فتره العيد يا اما طاجن يا اما مشوي يا اما مسلوق، دول اخف بكتير من ان انا اخد لحمه محمره. ودي حاجه برضو بنشوفها دي كتير، مشكلة. وفي بعض الاشخاص يمكن كمان بيقولي في العياده، عارفه حضرتك السمين واللية بيتحمر في زيت.
طب ده بقى انا ما بقتش عارف ارد عليه اقول له ايه بس الصراحه. اقول لحضرتك يا دكتور، يعني زمان الصراحه جدودنا كانوا بياكلوش الا الحاجات مع دي، كامل احترامي ليهم فتلاحظ ان هم ما شاء الله انا يعني. بسمع الكلام ده بس كتير. دلوقتي ليه دلوقتي هقول بقى لحضرتك حاجه، المعده ما بتستحملش اساسا تهضم الحاجات دي؟ هل هما ما نظام غذائي او مثلا مش عارفه يعني ترتيب زيوت في مهدرجه، الغذاء؟ رش لثمار كتير جدا، المبيدات. المبيدات، ده كله اثر في صحتنا. هما ما كانش عندهم الكلام ده، هما كانوا بياخدوا الحاجه ناتشرال بطبيعتها. يعني السمنه، لو احنا بنتكلم ايهما مثلا افضل، السمنه ولا زيوت المهدرجه؟ السمنه افضل، بس الفكره كلها انت بتلعبي على قصه سعرات حراريه ولا مين الافضل صحيا. دي ده شق تاني خالص. هما كانوا عايشين حياتهم بالطبيعه، والرجوع للطبيعه في اي شيء جميل جدا هو النجاح. الصراحة، يا ملوش ودايما حل. اعيدها تاني، الاتزان برضه من المرضى برضه اللي بنخاف عليهم، مرضى الغده الدرقيه، لازم برضه يبقى واخد باله كميه الاكل. ودايما احنا يمكن الفتره اللي قبل العيد او في قبل يبقى عندنا مناسبه، ومناسبه احنا عارفين ان الناس بتبوظ الدنيا، بطلب تحاليلي، بطلب دنيتي عشان اشوف انا رايح في انهي حته بالظبط، واخد على اساس القرار اللي هعمل، هتاكل ولا مش هتاكل. طبيعي انا وانا بدي مثلا الدايت مثلا لحد بيعمل ريجيم في اثناء فتره العيد، قليل قوي ما حد يقول لي لا والله انا هكمل في العيد او هكمل على الريجيم. الناس كلها لا، انا عايز اول وتاني يوم يكون فري عشان اعرف اخد راحتي. نقابل بقى بعد التاني وتالت يوم زياده في الوزن من الاثنين والتلاته والاربعه كيلو. طبعا. المشكله فين؟ في الطريقه الخاطئه. الصح ايه؟ فطاري لو انا بعمل دايت هيكون نفس فطار الدايت، غدايا هيكون غدا عادي مفتوح من اي حاجه محطوطه بكميات معقوله، بشرط ان انا ابدا بالخضروات اول حاجه في الطبق، وجود منتجات الالبان. ما هو يا دكتور برضو احنا بننسى الطبق السلطة ده، وفعلا لازم نحاول يكون نفتكره بقى. يعني مشكلة كبيرة جدا، حتى الاطفال كمان لغاية دلوقتي برضو ما بيهتموش بطبق السلطة ده، دليل على الام طبعا والاب ما بياكلوش السلطة دي خالص. حتى نحاول نلون الطبق مثلا، نعمل له شكل جميل كده. حضرتك برضو جزء الاطفال، يعني مش هنقول اطفال قوي، كمان المراهقين دلوقتي حبايبي النظام الغذائي بتاعهم ضايع خالص، مفيش تركيز، الشعر بيقع، بيمشوا حتى بيطقطقوا، العظم بتاعهم بيطقطق، مفيش توعية من الأب والأم إن هم إزاي نظام غذائي معين. عادتنا دكتور محمد برضو خاطئة جدا في حضرتك الغذاء. انا اتمنى ان المراهقين ياكلوا لحمه، انا طيب اتمناها. نمسك الجزئية دي بقى، تقول لهم إيه حضرتك؟ المراهقين يا فندم، مشكلتي ان هم يعني يمكن دي حاجه احنا كله كل والزملاء كلهم مثلا في المؤتمرات بنتكلم على نفس البوينت، لا بياكل لا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا سلطه ولا تخيل. رز ولا مكرونه. بتاكل ايه حضرتك؟ فاست فود، اكل الشارع، البرجرات بقى، الحاجات المقليه كلها. يعني هو ممكن تلوث، واحنا في ظروف ما ينفعش طبعا ان احنا نعمل كده خالص، ومفيش احلى من الاكل في البيت، بيبقى طبعا الام عارفه بتعمله ازاي. طيب ترتيب كده للمراهقين دول، اهم حاجه هم جيل 20 30 اللي جاي ان شاء الله، اللي هيشيلوا بقى المسؤوليه والتربيه والتوعيه لاولادهم كمان، يعني في فتره العيد بقى المراهقين تنصحهم حضرتك بايه؟ النظام انصحه الغذائي بتاعهم؟ مبدئيا ان هو لازم يبدا ياكل اكل البيت، ده اول حاجه. اكل البيت مش سيء زي ما انت فاكر، اكل البيت انت بعد كده لو ما اعتمدتش عليه في انك على الاقل ناخد كميه الخضار وكميه البروتينات وكميه المعادن وكميه النشويات المطلوبه جدا لسنك ولعمرك، وممكن برضو حلويات والسكر برضو، احنا عايزين كل حاجه ندخلها لك في الاكل. الاعتماد على الفاست فود هيبدا ياثر، لو انت مثلا انسه في شعرك هيبدا ياثر في جلدك، هيبدا ياثر وانت مثلا ولا في في تركيزك. التركيز. ده مهم انت جدا. حضرتك لو قعدنا نتكلم على قصه الفاست فود وقصه ان انا ما باكلش اكل البيت، وعلى فكره في بعض احنا زمان كنا مثلا بنتهم مثلا والله مثلا الاب والام مش عاملين الصوره الطبيعيه بتاعت ان انا ادخل كل العناصر الغذائيه عشان هم ياكلوا. لا، انا بشوف اب وام ملتزمين دلوقتي بان هم ياكلوا اكل طبيعي جدا، الابناء هم اللي عودوهم من هم صغيرين ان هو مش بيرضخ لطلبات الاب والام في ان انا اكل الخضار او الفاكهه او الاسماك، كان بطل ان هو ياكلها. احنا بنشوف اعمار 16 و17 و18 حاجات الواحد ما كناش بنشوفها مثلا في قلقان عليهم الاربعينات. فعلا وخايف عليهم، لان مفيش فعلا تركيز، مفيش توعية خالص في اي شيء. فالمرحلة دي قد ايه عايزة تتأسس بطريقة صحيحة وكويسة جدا، وخصوصا جائحة كورونا دلوقتي، يعني ناخد بالنا، ما ينفعش ان احنا ناكل من بره، ما ينفعش ان احنا نتبع سلوكياتنا اللي كانت الاول الماشية في النظام الزمان ده، بقى نمط
نمط حياتنا وسلوكاتنا دلوقتي اليوميه اتغير، حقيقة. فبالتالي لازم يكون عندنا بقى نغير اسلوبنا في التغذيه، شيء مهم جدا. فهي فتره حلوه جدا ومفيده جدا، فتره العيد الاضحى المبارك، وكمان العيله تبقى مع بعضها، وشيء جميل ان هم يدوا توعيه لبعض، وطريقه الاكل تبقى جميله. جائحه كورونا من الحاجات اللي عملتنا كان ميزه وعيب في حاجه، ان دلوقتي بقى عند حضرتك في برضو مفهوم شويه ان الناس بدات تنزل تمشي في الشوارع، ده ما كانش موجود قبل كده. وعندك برضو مشكله ان احنا عندنا بعض الاعمال الكتير قوي، مش بعض بقى يعني، اعمال كتير قوي بقت جوه البيت. فانا جوه البيت التلاجه قدامي، حد قال انا اروح للتلاجه. فبعد كورونا احنا عندنا في زيادات في الوزن بدات تبقى ملحوظه، وهدوم مش نافين نلبسها والكلام ده كله. الفكره في ان احنا طالعين من ده داخلين على العيد، فحاول ان انت تحافظ على الصوره على قد ما تقدر، حاول ان انت ما تبوظش كل حاجه في الاكل والشرب، حاول للجميع اتحرك الاربع ايام على قد ما تقدر، ان شاء الله تلت ساعه. الحركه دي تفرق كتير جدا، نشرب ميه كتير جدا، نعدد الوجبات. لو انا عندي امراض او ان انا عندي مشكله في الهضم، ما ينفعش ان انا اكل الفته واللحمه والممبار والكرشه الساعه 2 و3 صباحا بعد كده اطلع على المستشفى. ما ينفعش ان انا افضل طول اليوم جعان واجي اكل مره واحده. دي مشكله، مشكله كبيره جدا فعلا يا جماعه، بتقابل ناس كتير وبيعملوها فعلا وبيستمروا عليها. تنصحهم بايه؟ ده انا انصحه ان انت لازم، في حاجه، مفيش حاجه اسمها ما بفطرش الصبح، اصلا بقوم تعبان مش قادر. نص ساعه ساعه، وخد حاجه حتى لو حاجه خفيفه، يعني لو خدنا حتى ربع رغيف بجبنه شيدر مثلا، جبنه بيضه، ايا كان ايه اللي دخلناه للمعده في الاول، ده هيساعدني على التركيز، ده هيساعدني على الوظائف الجسم كلها تشتغل، المعده نفسها تشتغل كويس، الهضم يبقى الدنيا عنده تمام، والحرق الدنيا عندي فيها تظبط. هي مشكلة الهضم بتقابلنا كلنا يا دكتور محمد، مش عارفة ليه. هل القولون عندنا بيبقى عصبي؟ هل بيبقى عندنا؟ لا، هو القولون كويس. الفكرة مش عارفة الهضم في الطريقة يا فندم. ما هو يا فندم اقول لحضرتك حاجة، احنا مثلا النهاردة مثلا الصبح انا كنت قاعد قدام حد، المفروض ان هو بيفطر طعمية، عيش، بتنجان مقلي، الطعمية مقلية في زيت اللي انا متأكد ان هو استخدم بدل المرة 20، البتنجان المخلل نفس الكلام، الفول بالسمنة البلدي. بعد 3 ساعات بيقول اصل مش عارف ليه بطني وجعاني. يا راجل، طب ما ده طبيعي جدا. جرب كده انك انت تشيل كمية الحاجات اللي في الزيوت دي، واعتمد على الفول بالعيش بسلطة مدة اسبوع مع اكل منتظم، وقول لي معدتك فعلا تعباك ولا لا. المشكلة دكتور محمد ان احنا كشعب بقينا بقى نحط السفرة قدامنا وبننوحها، يعني بقينا ناخد من كل دولة أكلة. ده حقيقة. البيتزا مثلا، المكدوس، الكبسة مثلا، بقينا ننوع، وبقينا في حاجات بتخش على ثقافتنا الغذائية مش موجودة، يعني الأول ما كانتش موجودة. فبالتالي ما عندناش الوعي الكافي ان احنا امتى ناكل ايه وامتى ما ناكلش ايه، امتى اشرب ايه وامتى ما اشربش ايه. فهنا حصل فجوة، فبالتالي بيحصل مضاعفات، بيحصل ازمات، بيحصل مشكلة كبيرة جدا في جسمنا وصحتنا، وبنرجع للمستشفيات، وبنرجع للعلاج، وبنرجع لحاجات كتيرة جدا. حتى حضرتك لو شفت اهالينا زمان كانوا ما شاء الله صحتهم جميلة، واسنانهم والنظر والشعر وكل شيء، يعني دلوقتي ما بقاش في بركة في الحاجة او في التغذية. انا من مدرسة لايف ستايل موديفيكيشن. يعني ايه؟ يعني اغير طبيعه حياتي. انت بايد حضرتك تحافظي على كل حاجه عندك، وبرضه بايد حضرتك تبوظي كل حاجه. انت سيده قرارك. احنا عندنا دايما حاجه مهمه جدا في التغذيه، قصه بعد مثلا نزول الوزن التثبيت، ان انا افضل مثبت وزني. دي اصعب بكتير جدا من ان انا انزل وزني. الفكره كلها ان انا بزرع في اللي قدامي الفكره. طالما الفكره بقت جواه، هو مش محتاجني، مش محتاج اي دكتور تغذيه تاني. هو خلاص بقى فاهم ان انا ممكن اكل محشي، هاكل محشي، ممكن اكل فته، هاكل فته، بس استحاله اكل نوعين نشويات مع بعض، استحاله اكل مثلا فته لان فته فيها رز وعيش مع بعض، لكن انا ممكن اكل مثلا مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل عباره عن لحمه، مكرونه، وممكن البشاميل نفسه. فانا كده بعدت عن القصه. مش هينفع اكل مثلا ساندويتش مثلا برجر بالبطاطس، استحاله، لان في عيش، ياكل يعيش ياكل بطاطس. ما ينفعش الوجبه المصريه الاصيله صينيه البطاطس باللحمه بتاعتنا، بالفراخ او باللحمه، مشكلتها انها معاها رز.
ما يا بطاطس يا رز يا جماعة، ما ينفعش ماشي الاتنين يا مع دكتور، بعض. بس برضو شيء جميل ان احنا يكون عندنا اتزان ونعدل. يعني انا مثلا جائحة كورونا، يعني في ناس فعلا بتلاقي نفسها تخنت، بس لا يعني انت لو عندك وعي وذكاء انك عارف ممكن ادوق من كل حاجة، ما ده احرمش اكيد. نفسي فعلا، وعارفة امتى اكل الوجبة دي عشان هتحرك ازاي. وفي ناس تشرب لك كوباية مية بليمون بعد الاكل تساعد على الهضم، وفي نفس الوقت فيتامين سي، وكمان خصوصا احنا في العيد الاضحى المبارك دلوقتي، فهناكل دهون كتيره جدا. فحضرتك تقول ايه برضو قبل ما نبتدي ناكل الوجبه الدسمه؟ يعني انا ما تاكلش الوجبة الدسمة على أساس إنها أول وجبة في اليوم. يمكن نقطة الليمون أنا ما بحبذهاش قوي، أنا بحبذ مكانها الشاي الأخضر لأنه هيجيب مفعول كويس جدا، ويمكن الليمون كتره على اللونج ران أو على المدى البعيد ممكن يبدأ يأثر على جدار المعدة. بس يعني الليمون هو مش ليمون دايركت يا دكتور محمد، هو والله أنا بشرب فاهم وجهة نظر بميه. حضرتك، بس إحنا عندنا في بعض الناس بياخدوه دايركت ولقينا مشاكل قرح بسبب القصة دي، فعشان كده بننوه. هي الفكرة كلها توعية زي ما حضرتك بتعملي كده، توعية للناس يا جماعة الصح فين. احنا كان عندنا للأسف معتقدات خاطئة اتربينا كلنا عليها، ولو رجعتها لك كلها هتلاقي كلها خطأ، هي ملهاش أي علاقة بالعلم تماما بتاتا، بس هي الفكرة كلها إن احنا اتربينا عليها فلازم نعملها. أنا نفسي في عيلتي، أنا شخصيا لو أنا شخصيا قاعد معاهم وبقول لهم الصح إيه والغلط إيه، محدش بيسمع. لكن في بعض الاشخاص ممكن يسمع منك فيغير ده، فهو يقول لحد تاني فيغير ده. عاداتنا للاسف خطأ، الصح لازم نعمله. الصح زي ما انا قلته كده، نحاول يا جماعه نعيد تاني قصه الميه، مهمه جدا، عنصر اساسي، يعني ونحاول نشرب كوبايتين ميه كده قبل ما نخش على الوجبه بقى الكبيره، ده يا ريت جدا، ويا ريت كوبايتين الفته بعد، ويا والممبار ريت كوبايتين بعد، والرقاق يعني. وتمن كوبايات في اليوم ده اقل حاجه عشان نقدر ان احنا نواكب اللي جسمنا محتاجه. ولو في طبعا رياضة طويلة او ان انا بعرق فترة طويلة، فانا محتاج كده ان انا ازود كمية المية، ما اقللهاش. وطبعا بيختلف من شخص للتاني، اذا كان رياضي او اذا كان شخص عادي. وفعلا بيختلف من الشخص التاني كمان في طبيعة الجسم ده اكيد. والاستيعاب التغذية ازاي والاملاح في الجسم اخبارها ايه؟ والاملاح. طبعا طبيعي جدا، كل ده بيختلف من حد للتاني. يمكن حد دايما بنقول لو انا مثلا عندي مشكلة في موضوع المية وعايز ان انا ابقى شايف نفسي صح او غلط، اعمل ايه؟ بقول لهم دايما لون البول. لو اللون فاتح انت كده في السيف سايد، ماشي كويس. لو غامق ده معناها ان جسمك مش واصل له كمية مية كفاية، زود كمية المية يشرب قد ايه بقى يا دكتور محمد؟ لحد ما اللون يتغير. الطبيعي اللي احنا بنتكلم عليه من 2 ل 3 لتر يوميا، ده الانسان والمدخنين الطبيعي. ما بيأثرش برضو على لون البول المدخنين او حاجة؟ بيأثر على كل حاجة. المية طبعا شيء اساسي للجسم، وبالذات الانسان المدخن محتاج يشرب كمية مية اكتر. يمكن دايما كمان في علاقة بين التدخين والسمنة والوزن، دايما تلاقي مثلا اللي بطل السجاير يقول لك والله لا ده انا عمال وزني بيزيد. وفي ناس بتعمل دلوقتي دايت كده طلعوا لنا بيه دايت السجاير، مش اسمع عليك اسمع عنه ولا لا، اللي هو انا باكل شيب بعض الشيبسي بالسجاير ومشروبات غازية وكده بخس. حضرتك مش بتخس، حضرتك بتنتحر. دي حقيقة. بجد يا دكتور، طبعا مياه غازية وشيبسي وسجاير بص يا فندم، احنا بنشوف ده انواع هرم رجيمات هرم للمراهقين. كسر الهرم. حضرتك شفتي مثلا رجيم القطن؟ القطن بيجيبوا قطن يبلوه في بعض العصاير ويبدأ يبلعه على اساس ان هو طعم العصير او طعم الفاكهة او طعم الخضار، وياخدوه. ده بيعمل يا فندم انسداد في الامعاء وممكن يتسبب بالوفاة. لا يا دكتور محمد، احنا لينا حلقات على الحاجات طبعا هنتكلم طبعا داخلين الغلط الفات دي دايتس اللي هي كلها. الضغطات ده الخاطئة ايوه بالظبط، الدايت الخاطئ عن طريق السوشيال ميديا اكيد دي دمار برضو، دي والمشكله يعني كله مبهدلة الدنيا خالص. بيصدق الحاجات دي. طبعا بننصح المشاهدين ان هم ما يصدقوش اي دايت على السوشيال ميديا خالص. ده اكيد طبعا يا فندم. بشكرك جدا دكتور محمد سعيد اكمل. جدا بوجودي مع حضرتك يا فندم، وكل سنة وانتم طيبين. ميرسي طبعا، وكل سنه وحضرتك طيب حضرتك بالصحة وبخير. والسلامة يا فندم. ميرسي ميرسي. طبعا بنشكر ضيفنا العزيز اللي شرفنا النهارده الدكتور محمد اكمل السيد، اخصائي التغذيه العلاجيه. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، ويا رب كده يعدي العيد الاضحى المبارك علينا بالخير والصحه والسعاده، واهم حاجه فعلا يكون عندك توعيه في التغذيه السليمه في الفتره دي. اشوفكم على خير في موضوعات جديده وحلقات مختلفه.